يتشرف ميكروفون الفريق الإعلامي والذي يحضر فعاليات الندوة الثانية التي تقام من داخل المناطق المحتلة على استضافة المعتقلة السياسية السابقة المختطفة السابقة سكينة جدهلو رئيسة منتدى المستقبل للمرأة الصحراوية. الأخت سكينة، اليوم هذه الندوة هي الندوة الثانية وهي النسخة الثانية التي تعقد من داخل المناطق المحتلة، بما في ذلك من دلالة واضحة، دلالة تحدي وصمود أمام قدرسة الاحتلال. ما هي الرسائل التي حاولتم من خلال هذه الندوة إبراقها للعالم أجمع؟ أولا نشكر الفريق الإعلامي على إتاحة هذه الفرصة، وثانيا نحمد الله على نجاح هذه الندوة اللي هي الثانية من نوعها، تعدل بمدينة العيون المحتلة، رغم الحصار، رغم منع المتضامنين، رغم منع مناصري القضية الوطنية، رغم الحصار والحصار الأمني والعسكري المعدل للمواطنين الصحراويين، رغم أن احنا وفد جاي من السمارة المحتلة جبرنا ياسر من التعسف من طرف الدرك ومن طرف البوليس، وحاصرونا تحاصيرة طويلة ووراونا ياسر من الويل، وهذا ما هو شيء جديد عليهم، وكذلك بكل أزقة وشوارع العيون المحتلة كما يشاهد العالم بأسره يوميا. نتضامن مع كل المناصرين للقضية الوطنية الأجانب، نتضامن مع كل ضحايا انتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وخاصة ضحايا 15 أبريل الأخيرة وليس الأخيرة، لأن البارح وبرحة الأولى شاهدنا ضحايا بمدينة السمارة المحتلة. البارح ماتوا من تعالي ومحمد ولد بومب، وكذلك برحة الأولى أولاد محمد سالم ولد هدي ومريم ومريم رزوق ومجموعة من المناضلين ولاد البوساتي ومجموعة من المناضلين والمناضلات برحة الأولى تلقات القدر من التنكيل والتعنيف في الشارع العام على ما رأى ومسمع من الكل. نتضامن مع هؤلاء الضحايا ونشد على يديهم، ونحن دائما معهم في القام. نطلب من المنتظم الدولي لا تفوت هذه الفرصة لتوسيع صلاحية المينورسو لدعم نشطاء الانتفاضة وتحركهم سلميا من أجل الاستقلال الوطني، وليس غاية في حد ذاتها توسيع صلاحية المينورسو ولا التعامل مع المينورسو ولا التعامل مع المتحدة، بل هي آلية لحفظ الصحراويين والحفاظ على أجسامهم وعلى أمنهم وعلى راحتهم، ريثما يقضوا استقلالهم، لأن الصحراويين هم الموعودون، هم الموعودون، هم المقصودون، وهم المعنيون بأخذ بالقوة استقلالهم وحريتهم واستكمال سيادتهم على ترابهم الوطني. هذه الندوة الثانية من نوعها نحضرها في العيون، قطعا عنها تحدي مطلق عن جهية العدو وعلى حصاره المطلوق أمنيا وإعلاميا وعسكريا على الصحراويين. ونقول للمرأة الصحراوية في أرض اللجوء وفي الشتات وفي الريف الوطني وفي الجاليات، أقول لها أن في قام واحد وفي نضال واحد، ونناضل من أجل وطن واحد ومن أجل سيادة واحدة ومن أجل حرية واحدة، أيدنا فيد، ما يردنا الجدار ولا يردنا الحصار ولا يردنا الأحباس ولا يردنا البط في الشوارع عن مطالبتنا بحقنا في تقرير المصير، وكل منا يتناضل من أجل حرية والاستقلال ولم شم الشعب الصحراوي، وكل واحدة منا تناضل بما تتيح لها الفرصة. نحن في القام مع العدو، ولكن هما في الإعلام وهما في الدول وهما في الجاليات، كلها يناضل من بما أعطاته الفرصة وبما يمكن أن يناضل به من أجل استكمال سيادة هذا الوطن ولم شمل الشعب الصحراوي حر مستقل.
مستقل. ونشكر كل الحضور على هذه الندوة وعلى العاملين على نجاحها ونجحت. ومع الأسف على المتضامنين معنا ما حضروا، ولكن هم حاضرين بقلوبهم، هم تكبدوا مشقة السفر والعناء والأمن من أجل يحضروا لها، وهم حاضرين في قلوبنا، حاضرين في وجداننا، حاضرين بمداخلتهم عبر الهواتف. ونشكرهم حتى ونتضامن معاهم، وحتى هم نضالهم راهو ما وفى في ذي الخيمة ولا في ذي الساحة، راهو نضالهم من برا أهم عندنا وفي يد عندنا من نضال هون معانا في العيون. ونشكرهم وشكرا لكم كلكم. نحن أيضا من داخل الفريق الإعلامي كيب ميديا لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لك الأخت سكينة جدهلو وإلى كل النساء الصحراويات المناضلات اللواتي يتفنن في صلع الملاحم ضد الاحتلال المغربي يوما وراء يوم. شكرا جزيلا.